أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراضه على مطالب إغلاق قناة الجزيرة القطرية. موقف أردوغان يثير الكثير من التساؤل حول دعمه لقناة أجنبية مثيرة للجدل، بينما يعتقل مئات الصحفيين ويغلق عشرات الوسائل الإعلامية في بلاده، وهو ما كان محل سخرية المعارضة التركية. تناقضات أردوغان لا تنتهي، فبينما يظهر أمام شاشات التلفاز مدافعا عن قناة الجزيرة القطرية وحرية الإعلام، إذ به يغلق صحيفة تلو الأخرى ويضع معارضي من الصحفيين خلف القضبان، وهو ما دفع المعارضة التركية إلى السخرية من مواقفه، وكأنه حلال لقطر وجزيرتها وحرام على مواطني من الأتراك الذين يخالفونه الرأي. منظمة مراسلون بلا حدود انتقدت في تقاريرها المتتالية التضييقات المتواصلة من جانب الحكومة التركية على صحفيين ووسائل إعلام تركية، مشددة على أن إجراءات التعنت الأخيرة ضد الصحفي ووسائل الإعلام في تركيا تدل على استهانة الحكومة بالآراء المخالفة لها. وحذرت المنظمة من أن تؤدي حالة الطوارئ المفروضة رسميا في تركيا إلى تعليق حرية الصحافة، مطالبة حكومة أنقرة بالإفراج فورا عن الصحفيين المحتجزين. وكانت تركيا تشغل المركز رقم 151 من بين 180 دولة وفقا لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، قبل وقوع محاولة التمرد الفاشلة في منتصف يوليو الماضي. وتشير المنظمة في أحدث تقاريرها إلى أن الدولة التركية تراجعت إلى المركز رقم 155 بعد محاولة الانقلاب. وبهذا الرقم تعد تركيا من بين أسوأ دول العالم في التضييق على الإعلام والصحفيين، حيث أغلقت خلال الأشهر الماضية نحو 200 وسيلة إعلامية، فيما يقبع خلف القضبان مئات الصحفيين، وهو الأمر الذي يقف كحجرة عثرة أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض في جميع المناسبات هذه الممارسات من جانب أردوغان ونظامه.